هذه السائلة تقول: هل يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر وهل تؤثم على ذلك؟ إذا كان هناك ضرر حقيقي، هذا الضرر الحقيقي متمثل على سبيل المثال بسفره وتركه لهذه الزوجة لفترة طويلة، أو أنه يقوم بالإساءة إليها بإساءات كبيرة، فالذي يقدر ذلك هو القضاء، القضاء والقاضي هو الذي يقدر. ولكن نقول لها بأن في حالة وجود هذا الضرر عليك أن تسعي أنت بنفسك للإصلاح فيما بينك وبين الزوج. لم تستطيعي بسبب عدم رضائه بذلك، تدخلي طرفا من أهلك وطرفا من أهله هو. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنها تدخل أحد من أصدقائه مثلا، أو أحد من الجيران. لا، دائما بالطريقة التي أرادتها الشريعة الإسلامية أن يكون من يمثلك في هذا الإصلاح هو أحد الأقارب، وهو كذلك أحد الأقارب. فلا تدخل الأجانب، نقصد بالأجانب من ليس قريبا، في مثل هذه الأمور، وذلك لأن القريب لا سيما بالنسبة للمرأة وكذلك بالنسبة للزوج فإنه يكون أكثر شفقة ورحمة وأكثر حرص على تحقيق هذه المودة والعلاقة، أن تكون مبنية على عدل. فتقوم بأخذ هذه الأسباب، فإذا لم تصل إلى حل بعد ذلك فإنه يجوز إذا كان هناك ضرر، هذا الضرر حقيقي وليس كما يفعل بعض الناس أنه يفتري افتراء هذا الضرر، سواء كان من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، فيقوم بالافتراء والبهتان على الطرف الآخر بادعاء أمور ليست حقيقية، وذلك حتى يجعل هذا القاضي يحكم لصالحه، فلا يجوز ذلك. لا يجوز الادعاء على أي أحد بما ليس فيه بحجة أنها تريد الطلاق للضرر. فإن كان هناك طلاق أو طلب الطلاق لضرر حقيقي فهنا نقول بأنه يجوز. لقد ورد في الحديث: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، أي ليس هناك ضرر، فالجنة عليها حرام. لأن الشريعة الإسلامية دائما تدعو إلى هذه الألفة وإلى استمرار العلاقة الزوجية وليس إلى الافتراق، بل إن إبليس يرسل جنوده في كل يوم لكي يفتن بين الناس ويفرق، وأقربهم منه منزلا ومكانة هو الذي يفرق بين الرجل وزوجته. فالذين يدعون للتفريق اترك الزوج، يأتون إلى الزوج اترك الزوجة، فهؤلاء ما هي إلا كلمة ألقاها الشيطان على لسانهم، لأنه هو الذي يريد أن يفرق بين الزوجين. أما المؤمن فإنه يدعو إلى الإصلاح وإلى إزالة أسباب الخلاف حتى ترجع هذه العلاقة كما كانت، أو أنه يوصيهم بالصبر والتصابر حتى تتعدى الأسرة هذه المرحلة. فلذلك دائما أوصي الزوجة وأوصي الزوج بالصبر، كلاهما نتصور الخطأ من الطرفين، فليس هناك زوج كامل وليست هناك زوجة كاملة، فلذلك لابد أن يتصابر وأن يتغافل عن بعضهما البعض. فإن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لما قيل له: إن التغافل نصف العقل، فماذا تقول؟ قال: أقول هو العقل كله. فإن الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يرى بأن التغافل والتجاوز هو من تمام العقل، فلا يكون الإنسان مدققا على كل شيء يراه، زوجه كان ذلك الطرف أو زوج.